حلويات طعمها يعني حلو، كان كل اللي يدوق الحاجات اللي انا بعملها فيقول لي طب ليه ما تشتغليش، ليه ما تعمليش حاجات كده. واول ما ابتديت كانت واحده صاحبتي وخطوبتها فطلبت مني ان انا اعمل لها تورتايه ليها، ومن ساعتها بقى وانا ابتديت الموضوع. انا بقى عندي بيج وبعمل باي اوردر، اي حد بيطلب مني بعملها له، بس لا مش ببيع لمحلات، يعتبر لسه مبتدئه يعني، مش متشعبه قوي وما فيش ناس كتير وكده. بس انا عندي بيج بتاعتي اسمها موشا سوافي. هو الفكره جت ان الاطفال بيبقوا مظلومين قوي في شم النسيم، يعني احنا بناكل رنجه وفسيخ ولينا الحاجات بتاعتنا الطقوس، انما هم مش بياكلوا الحاجات ديت. وفكرت ان انا اعمل كاب كيك ليهم وباشكال باني بقى والبيت بتاع شم النسيم الملون وكده، وهي حاجات بسيطه وسهله وممكن اي ام اصلا تعملها في البيت عادي، هي حاجات سهله قوي يعني. بتبقى كوبايه ونص دقيق، كوبايه الا ربع سكر، كوبايه لبن، نص كوبايه زيت، وبيكنج باودر وفانيليا. ببتدي الاول بحط البيض وبعدين عليه الفانيليا وبضرب، وبعد كده احط السكر لغايه ما يتجانسوا مع بعض، وببتدي احط تاني الزيت معاهم، وبعدين الدقيق بيبقى عليه البيكنج باودر بحطه بالنص، وبعد كده نص لبن، وبعد كده نص دقيق تاني ولبن لغايه ما خلاص الكميه بتاعتي، وبصبهم في القوالب وبيخش على درجه حراره 180 من 10 ل 15 دقيقه. لو حد عاوز اعمل كاب كيك بالصوص او لي صوص فراوله او كده، وممكن شوكليت شيبس بنضيفها مع العجينه، ولو عايزين نضيف كاكاو او تبقى شوكولاته فبنقلل مقدار الدقيق ربع كوبايه وبنزود الكاكاو. هو طبعا عجينه التورته بتبقى سبونج، ودي بتبقى مختلفه عن الكاب كيك، وانا اصلا يعني شغلي كله تورت، بعمل تورت اشكال سواء بالكريمه سواء بعجينه السكر اللي هو الفندان، وبعمل اشكال بقى على حسب ما بتطلب، اعياد ميلاد، حفله خطوبه، زفاف كده وبس. فاللي هو التورته دي انا عاملاها شم النسيم، بس دي عاملاها عائليه يعني لينا احنا.